في حالة اجتماعية أقل ما يقال عنها مزرية، تعيش عائلة عربوز رفقة أبنائها الثمانية المهاقين بخمس مليان حياة صعبة يملأها الفقر والمرض، لكن هذا لم يمنعها من تقاسم لقمة عيشها مع قطة ألفت صحبتها. كنا مع خاوتنا لبسم الحمد لله هديهم الله، ما عندنا مدير، مرحبا وسهلا بي، ما عندك مدير يجرد عليك ذي الكتبة، صبر اللي يطف ربي حي ورب جردهم علي الله، أنا معك قيسهم كيف عندك، هذا تعلمت منهم الصلاة. مأساة ومعاناة تعيشها العائلة، وزادها الصمت المطبق من السلطات التي لم تحرك ساكناً لإعانة العائلة الميسورة الحالة. بلا ما تسقسي نحكي لك عليها، الناس مساك الله غالب عليهم، ربي معاهم والله غير ربي معاهم، عندهم هما كاع قول أكثر يوم كاع معوقين. ثمانية أفراد معاقين ليس لهم كفيل ولا معين، ينتظرون التفاتة طيبة من أهل البر والإحسان وحتى السلطات التي هي أدرى بحالهم.